أهلا بكم في بانوراما هذا اليوم وجولة جديدة على الأخبار. بينما يستعد الفلسطينيون لاستقبال الشهر الفضيل بأجواء وحلة رمضانية في بلداتهم وبلادهم، تستمر الحكومة الإسرائيلية بتصعيد خطواتها العدوانية والاستفزازية، تنتهك حرمة المقدسات الدينية وتتيح للمتطرفين اقتحام المسجد الأقصى بحماية من الشرطة. وعلى ضوء ذلك، جهات حقوقية تستمر ببذل جهود حقوقية دولية ضد إسرائيل التي لا تتوقف للحظة عن انتهاك كل القيم الدولية والإنسانية للفلسطيني أينما تواجد. إلى أبرز ملفاتنا. حركة تجارية تسبق أول أيام الشهر الفضيل وفعاليات بمختلف البلاد استقبالاً لرمضان. المتابعة ومركز عدالة يتقدمان بتقرير للجنة تحقيق أممية حول انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين. وارتفاع آخر على أسعار البنزين فجر الجمعة، والحكومة هي الرابح الأكبر بفضل الضرائب. أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 12,093 إصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة خلال اليوم الأخير، فيما يواصل مؤشر نقل العدوى بالانخفاض. يأتي ذلك فيما تواصل وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى ومحطات الفحص المتنقلة بإجراء الفحوصات لتشخيص الفيروس في مناطق مختلفة في البلاد. دانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته، والتي تمثلت باقتحام متطرفين يهود للمسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية، والجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين وأسفرت عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة 14 آخرين من بينهم 3 إصابات خطيرة. وحذرت الرئاسة من هذا التصعيد الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية والذي لا ينسجم مع الجهود المبذولة على الصعود كافة لجعل شهر رمضان المتزامن مع الأعياد شهرا مقدسا. التقى وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ومركز عدالة الحقوقي في العاصمة الأردنية عمان بالمقررين الخاصين وأعضاء لجنة التحقيق الأممية المستقلة في انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين في المناطق المحتلة وشرق القدس وإسرائيل. وقدم الوفد تقريرا مفصلا حول هذه الانتهاكات في مختلف المجالات، بينها انتهاكات الحريات السياسية والمدنية، الإعدامات الميدانية، سياسات التضييق على الأرض والمسكن وهدم المنازل والاعتقالات الإدارية، مرورا بالتشريعات العنصرية مثل قانون القومية وقانون منع لم الشمل وغيرها من القوانين. للحديث عن هذا الملف تنضم إلينا ريمان شحادي زعبي، محامية في قسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مركز عدالة الحقوقي. مساء الخير نريمان. إذن يعني لنبدأ مع هذا الاجتماع الذي عقد في عمان بحضور رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركي وأيضا الممثلين، وحضرتك أيضا من ضمن هذا الوفد من مركز عدالة. طرحتم أكثر من محور متعلق عمليا بانتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين، لو تدخلينا في تفاصيل أبرز ما جاء في هذا التقرير وهذه الجلسة. يعطيك العافية. صحيح كانت اليوم الجلسة اللي شارك فيها وفد من عدالة ولجنة المتابعة أمام اللجنة الخاصة التي تفحص في الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف المجالات ضد الفلسطينيين. أهمية هاي اللجنة تكمن في أنها المرة الأولى تاريخيا يعني اللي يتم فيها التعامل مع الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي وفحص الانتهاكات الممارسة ضدهم من قبل النظام الإسرائيلي، ومن هون أهمية مشاركتنا كمؤسسات التي تعمل في الداخل الفلسطيني في مثل هذه الجلسة. يعني تقريرنا كان مفصل وشامل بقدر المستطاع، عودة يعني إلى النكبة
إلى قرار التقسيم ما قبل النكبة، وشرح خصوصية الأقلية الفلسطينية الموجودة في إسرائيل تاريخياً، التهجير، الحكم العسكري، ومن بعدها كل الممارسات القمعية ضد الأقلية الفلسطينية في كافة مجالات الحياة، منها الحقوق السياسية المدنية، منها الحقوق الاقتصادية الاجتماعية، والتضييق فيما يخص بالأراضي والسكن. كان هنالك تطرق كبير جدا إلى أحداث هبة أيار الأخيرة، الممارسات القمعية التي قامت بها الشرطة ضد الأقلية الفلسطينية، اعتداءات المستوطنين على الأقلية الفلسطينية بحماية الشرطة وبمساعدتها. كان هنالك تطرق إلى عدم المحاسبة لل مخالفات التي تنتهك بحق الأقلية الفلسطينية، إن كان من قبل الشرطة وإن كان من قبل المستوطنين، والوضعية الخاصة التي يعاني منها الأقلية الفلسطينية عدا عن باقي الجهات الفلسطينية في الأماكن تواجدها. كلها طبعا أمام اللجنة مثل العديد من المؤسسات، منها مؤسسات التي تعمل في القدس، في رام الله، في غزة وغيرها، وكان هنالك تنسيق بين جميع الجمعيات لشرح الصورة كاملة والتعامل مع الفلسطينيين كوحدة واحدة في جميع أماكن تواجدهم. نريمان، على ذكر طبعا يعني الفلسطينيين المواطنين في دولة إسرائيل على وجه الخصوص، وكنت قد ذكرت هبة الكرامة في أيار الأخير، يعني عرضت بنفسك هذه التفاصيل عن هذا المحور، والتي يعني بالإمكان القول أنه هذه المرحلة وهبة الكرامة في أيار الأخير تثبت بشكل صارخ هذه الانتهاكات العدوانية والقمعية التي مارستها يعني الجهات الإسرائيلية المختلفة بحق الفلسطينيين في الداخل. لو تدخلينا أكثر في تفاصيل هذا المحور، وأي ربما وثائق وبينات يعني استندتم عليها في هذا المحور تحديدا. صحيح، يعني من المهم التذكير بداية أنه عدالة ولجنة المتابعة خلال أحداث أيار قامت بطلب مساعدة دولية لحماية الأقلية الفلسطينية، وعلى أثرها تم تشكيل هذه اللجنة في 27 أيار 2021 ووضع تفويضها. خلال حديثنا اليوم أمام اللجنة وأيضا من خلال التقارير التي قدمناها إليها، تطرقنا كما سبق وقلت لعنف الشرطة، للاعتقالات التي كانت في آلاف الاعتقالات ضد الفلسطينيين، للعنف داخل محطات الشرطة وعلى رأسها يعني العنف في محطة المسكوبية في الناصرة التي تابعتها ورصدتها عدالة وتقدمت بشكاوي فيها. تطرقنا إلى مقتل للشهيد حسونة وعدم محاسبة أي من المعتقلين، كما يعني تكلمنا كثيرا عن تدخل الشباك، اعتقالات الشباك، الاعتقالات الإدارية، التخويف والترهيب للمجتمع الفلسطيني، وأيضا عدم المحاسبة للشرطة والتواطؤ مع المستوطنين بالترهيب والاعتداءات التي كانت على العرب في الأخص في المدن المختلطة كما شاهدنا في أيار الأخير. وبطبيعة الحال كل ذلك أيضا إضافة إلى انتهاكات حقوق القاصرين التي أيضا يعني برزت بشكل واضح في هبة الكرامة. نريمان، أريد أن أسألك، كيف قوبلت هذه الحقائق، هذه التفاصيل أيضا التي وضعتها عدالة والتي تحدث عنها أيضا رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركي أمام هذه اللجنة، والتي بطبيعة الحال تشير إلى هذه الانتهاكات الفجة بحق الفلسطينيين بشكل خاص عندما نتحدث عن مواطني دولة إسرائيل؟ يعني هاي راكم العديد من العمل أمام هذه اللجنة، يعني هاي اللجنة لا تبدأ من الصفر، كان هنالك العديد من التقارير قبلها التي تحدثت عن الانتهاكات الإسرائيلية. طبعا يعني اللجنة على معرفة بالخلفية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يعني احنا سلطنا الضوء أكثر على الأقلية الفلسطينية، قمنا
إضاءة العديد من الجوانب أمام اللجنة والأسباب الجذرية للصراع اللي نحن باعتقادنا يجب أن يتم دراستها، وأعطينا العديد من التفاصيل بما يخص بالتيار التي يجب التطرق لها. وفي هذه المرحلة يعني إحنا بننتظر تقرير من اللجنة، من المتوقع أن يكون هنالك تقرير بحزيران القريب، وهذه لجنة دائمة يعني التي ستقوم ببحث الوضع بشكل دوري وتقديم تقارير بشكل دائم، وليست لجنة مؤقتة التي تقوم مرة واحدة وتنتهي من بعدها. نعم، يعني نريمان، يأتي هذا التقرير وهذا اللقاء بعد مجموعة من التقارير الحقوقية الدولية التي صنفت إسرائيل عمليا على أنها دولة فصل عنصري وتمارس الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، بالتالي وكنت قد بدأت حديثك عن أهمية هذا اللقاء، أريد أن أسألك كيف تنظرون في عدالة يعني من الجانب الحقوقي بشكل خاص لأهمية استمرار العمل الحقوقي الدولي، وأيضا إطلاع هذه اللجان على كل هذه التفاصيل التي وثقت والتي استعرضت بطبيعة الحال أمامهم؟ طبعا يعني صحيح أن هنالك العديد من التقارير على مدار السنين اللي كانت في صالح الأقلية الفلسطينية، ولكن بالمقابل يعني وضعنا ممكن القول أنه من سيء لأسوأ، ولكن نحن نرى بأنه يجب استنفاذ جميع طرق النضال الشرعية المتاحة أمامنا، ومن ضمنها العمل الدولي. نحن نرى بتقارير من هذا الشكل بشأنها أن تؤثر على الرأي العام الدولي وعلى كل الهيئات الدولية، وبالتالي يعني تشكل مراقبة ورادع لإسرائيل يعني لأن لا تقوم بأي انتهاكات أقصى وأصعب. يعني مع العلم أن اليوم هو لسنا في الوضع المثالي طبعا، ولكن يعني يوجد نوعا ما مراقبة دولية تتم عن طريق هذه اللجان لتحقيق هذه والتقارير هذه لصالح الفلسطينيين. نعم، وبالحديث عن الأهمية أيضا أريد أن أسألك عن يعني أهمية هذا اللقاء الذي لم يقتصر فقط على الجانب الحقوقي، كان أيضا بالمشاركة مع لجنة المتابعة العليا وبحضور السيد محمد بركي الذي تطرق أيضا للسياق التاريخي وكيف يعني تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين ضمن هذه السياسات القمعية العنصرية الاستفزازية، إلى أي حد ربما ذلك يساهم في التشديد على هذه النقاط التي ذكرتها وليس فقط من الجانب الحقوقي ربما. نريمان، إن كنت توافقين. طبعا وافقك، يعني احنا قمنا بعرض العديد من القوانين التي صنت على مدار السنين والتي تبرز هذه العنصرية، منها قانون منع لم يشمل، قانون المواطنة، والعديد من القوانين الأخرى. يعني وبالمقابل يعني قام السيد بركي يعني كممثل عن لجنة المتابعة بإعطاء تحليل يعني شامل تاريخي سياسي لوضع الأقلية الفلسطينية ولتفسير يعني من أين تأتي هذه القوانين وكيف تطور الأمور في الواقع يعني ولماذا تبدو الأمور على ما تبدو عليها الآن. فطبعا يعني بالإضافة للتحليل القانوني وعرض الوقائع القانوني كان هنالك يعني إضافة كبيرة بالتحليل السياسي، واللي يعني اللجنة رحبت جدا به وسعدت به لأنه يعني يساعدها على فهم الوقائع يعني وتسليط الضوء على جذور المشكلة وتقييم الصورة بشكل أحسن. نريمان، ما هي توقعاتكم يعني بعد هذا اللقاء، بعد لقاء اللجنة أيضا، بعد كل هذه التفاصيل الحقائق والوقائع والبينات التي استندتم عليها، ما هي توقعات مركز عدالة من هذا اللقاء؟ يعني كما قلت هنالك تقرير يجب أن يصدر عن اللجنة في شهر حزيران القريب. يعني نحن نتفائل بأن التقرير سوف يكون شامل ووافي ومنصف بحق الأقلية الفلسطينية في الداخل وأيضا في باقي المجالات التي تقوم اللجنة بفحصها. يعني من الصعب توقع ما سيكون فحوى التقرير والإطار العام، ولكن نحن متفائلين جداً.
نريمان، يعني هنالك أيضا ربما محور هام وتم التطرق له وفق المعلومات التي يعني تصل من البيان الذي صدر عنكم، بأنه وكأنه يعني إسرائيل لا تعترف بشكل مباشر أنها تتعامل مع المواطنين الفلسطينيين في الداخل على أنهم مواطنين درجة ثانية، ولكن ذلك يتجلى ويظهر في كل الممارسات التي ذكرتموها. كيف يقابل مثل هذا المحور، وإلى أي حد يعني تلمسون أنه هنالك اطلاع لدى الممثلين من هذه اللجنة الذين حضروا واستمعوا لما تفضلتم به من تفاصيل على ما يعيشه الفلسطيني هنا في الداخل من هذه الانتهاكات والممارسات القمعية؟ يعني هذا بالتالي بيجعل عملنا أصعب أمام اللجنة، يعني لما هنالك في قوانين صارخة اللي بتدل على عنصرية الدولة، من الأسهل يعني لنا أنه نثبت أمام أي محافل دولية أنه هنالك عنصرية وتمييز، ولكن حين لا يكون هنالك قوانين واضحة يجب علينا أن نفصل الممارسات والتداعيات، يعني السياسات الإسرائيلية ووقعها وتأثيرها على شكل التعامل مع المجتمع العربي. هذا بالطبع يعني هو تحدي كبير أمامنا، لهذا نحن بحاجة لتقارير مفصلة ورصد جميع قرارات المحاكم وأيضا يعني تفوهات القيادة السياسية في إسرائيل، يعني حتى نزيل يعني القشة ونثبت أين تكمن هذه الممارسات العنصرية، حيث من الصعب أحيانا أن نجدها في قوانين مباشرة، مع العلم أنه في كتير قوانين من السهل يعني بشكل مباشر الإشارة إلى العنصرية اللي فيها، مثل قانون القومية، قانون منع لم الشمل وغيرها. ونحن سنتابع بدورنا أيضا مخرجات هذا اللقاء ويعني كل المستجدات حول هذا الملف الهام. نشكرك جزيلا نريمان شحادي زعبي، محامية في قسم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مركز عدالة الحقوقي، يعطيكم العافية، شكرا لك على هذه المداخلة. تستعد دور الإفتاء في الدول العربية والإسلامية لتحري رؤية هلال شهر رمضان، فيما يواصل المواطنون استعداداتهم لاستقبال الشهر الفضيل في مختلف المناطق في البلاد وبشكل خاص في البلدات العربية، حيث انطلقت النشاطات والفعاليات المختلفة استقبالا للشهر الكريم. إذن ننتقل حاليا في بث مباشر إلى منطقة النقب، وينضم إلي من هناك الزميل ياسر العقبي مراسلنا. أهلا بك ياسر، لو تدخلنا في التفاصيل أجواء استقبال الشهر الفضيل في منطقة النقب والاستعدادات الأخيرة أيضا. نعم، مساء الخير زميلة عفاف. بدأت في مدينة رهط منذ مطلع هذا الأسبوع عمليات وفعاليات مختلفة ومتنوعة لاستقبال الشهر الفضيل. كان هناك استقبال في مدرسة ابن خلدون في هذه المدينة، في مدينة رهط، وكذلك في القصر الثقافي حيث نتواجد اليوم. كان هناك استغلال لعدد من النشاطات، طبعا سوق هلا رهط، وكذلك استقبال لعدد كبير جدا من المواطنين العرب واليهود في هذه المنطقة، استقبال رائع ومميز أيضا للنساء والأطفال الذين وفدوا إلى هنا لاستقبال الشهر الفضيل. قمنا طبعا بتصوير هذه المناظر الرائعة لجولات رمضانية سنقوم عبر شاشة تلفزيون فضائية مساواة بعرضها خلال الشهر الفضيل ابتداء من السبت القريب، وكذلك يعني استمعنا إلى عدد كبير من الناس الذين يعني يستقبلون هذا الشهر بحفاوة وب يعني رغبة في أن يكون هذا الشهر أيضا شهر خالي من العنف وخالي من الدماء، وشهر كما هو شهر رحمة وشهر تواصل بين الناس. ومعنا الأستاذ الشيخ يوسف أبو مديغم، وهو إمام مسجد الصحوة وكذلك مربي في مدينة رهط. أولا يعني أستاذ يوسف، لو تعطينا لمحة عن هذا الشهر الفضيل الذي ننتظره في كل عام في مثل هذه الأيام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكركم أولا على هذه الاستضافة، وأستغل هذه المنصة الإعلامية الرائدة لننقل التهاني والتبريكات لعموم أبناء شعبنا. نقدم لهم التهنئة بقدوم الشهر الفضيل، كما ونؤكد من خلال الأخ الصحفي الأخ ياسر العقبي والإخوة العاملين
في هذه المنصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون شهر خير وبركة على الأمة الإسلامية عامة وعلى شعبنا بشكل خاص. هذا الشهر الفضيل الذي هو بمثابة محطة إيمانية مباركة يتزود من خلالها كل إنسان مؤمن، كل إنسان مسلم يبحث عن مزيد من الطاعات، مزيد من الحسنات والأجور. هذه محطة إيمانية مباركة ممكن أن نستغلها بالعبادة وبالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ يوسف، يعني حقيقة قبل أيام كان هناك أيضا عبر شاشة فضائية مساواة دعوة واضحة من قياديين ومن مواطنين من مدينة رهط بوقف عملية العنف، عملية العنف، وقف إطلاق النار الذي يزعج ويقلق ويؤرق العائلات، عشرات آلاف الناس، خاصة ونحن نتحدث عن مدينة مركزية يعني يؤمها عشرات آلاف أيضا المواطنين من منطقة النقب. ماذا تقول في هذا اليوم؟ نعم، من الظواهر السيئة التي للأسف الشديد اجتاحت عموم بلادنا في الداخل الفلسطيني بشكل عام، وأنا هنا أتحدث عن بلادنا رهط بشكل خاص ويمكن في النقب، ظاهرة إطلاق النار سواء كان في الأعراس أو كان خلال النزاعات التي تحصل بين العائلات والحمائل والعشائر. هذه ظاهرة مقلقة، هذه ظاهرة حذرنا منها مرارا وتكرارا. هذه الظاهرة لو نظرنا إليها من المنظور الديني، أنا بحكي عن إطلاق الرصاص حتى في الأعراس، لو نظرنا إليها من المنظور الديني لوجدنا قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي تحول إلى قاعدة أصولية وإلى قاعدة فقهية، قوله لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرر، فلا يجوز إلحاق الضرر بالنفس ولا يجوز إلحاق الضرر بغيرنا من المسلمين. إطلاق النار في الليل وفي ساعات متأخرة هو يلحق الضرر بطلاب الجامعات، بطلاب المدارس، بالشيوخ الكبار، بالأطفال الصغار، بالأمهات. هذه ظاهرة يجب علينا أن نتكاتف جميعا كمجتمع، كمربين، كخطباء مساجد، كمجلس محلي أو بلديات، وكأهالي، كشيوخ عشائر، أن نتكاتف جميعا وأن نجتث هذه الظاهرة، لأنها فعلا هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا، هي ظاهرة دخيلة على مجتمعنا. الشيخ يوسف، يعني أريد أن يعني أسألك سؤال للنهاية الختام، ما هي رسالتك بمناسبة الشهر الفضيل، أولا لأبناء مجتمعنا في الداخل، وثانيا للشعب الفلسطيني عامة وللشعوب العربية والإسلامية بصورة عامة؟ أما بخصوص شعبنا الفلسطيني هنا في الداخل، أقول أن رمضان هو أفضل وأكمل فرصة للتآخي، للتراحم، لفك النزاعات والخلافات الدائرة بين الناس. هو الشهر الذي ممكن من خلاله أن ننطلق بعلاقة أخوية مبنية على المودة وعلى الرحمة وعلى المحبة. فرسالتي لأهلنا في الداخل أن نحب بعضنا، أن نتكاتف، ولا أخفيكم سرا أن الأحداث الأخيرة والأحداث المتعاقبة التي نراها في هذه الأيام لا تبشر بخير. نحن بحاجة إلى أن نتكاتف، نحن بحاجة إلى أن نكون كلمة واحدة، إلى أن نمتثل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما رسالتنا للأمة الإسلامية عامة، فآن الأوان، كما أن شهر رمضان كان قديما هو الشهر الذي فيه الفتوحات الأساسية والامتداد الأساسي لأمة الإسلام، هو كان شهر التمكين للأمة الإسلامية، آن الأوان أن نعيد لرمضان مكانته ورمزيته وعزته، لا أن نقضي رمضان وأن نضيعه بما لا يليق به من الفعاليات التي نسمع عنها هنا وهناك. رمضان هو شهر عبادة، هو شهر خير، هو شهر نتواصل فيه مع الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نتواصل فيه فيما بيننا. مرة أخرى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون رمضان شهر عز وتمكين لهذه الأمة ولشعبنا الفلسطيني بشكل خاص. نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ يوسف أبو مديغم أبو العبد على هذه المداخلة الطيبة. نعم عفاف، يعني حقيقة الرسالة واضحة، هي واعتصموا بحبل الله، الوحدة، الصبر، وكذلك نزع فتيل الخلافات والنزاعات بين أبنائنا
أبناء الشعب الواحد لنبدأ شهر رمضان المبارك بقدم أو بصورة إيجابية، وأن نتوقف عن ظاهرة مقلقة جدا وهي ظاهرة إطلاق النار التي تقلق وتزعج عشرات الآلاف من المواطنين في كافة أنحاء الداخل الفلسطيني. وبالتالي يعني هي دعوة صريحة جدا لأن نبدأ شهر رمضان المبارك بأشياء طيبة، بأمور طيبة لأبناء مجتمعنا كافة. هذا ما نتمناه ياسر، أن يعود هذا الشهر الفضيل بالخير على الجميع. شكرا لك الزميل ياسر العقبي، كنت معنا في بث مباشر من مدينة رهط في منطقة النقب. قرر عدد من رؤساء السلطات المحلية اليهودية من بينهم رؤساء كريات جات، رمات جان، ريشون لتسيون، العفولة وغيرها، وقف أعمال البناء في البلدات بهدف منع وصول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وبزعم تعزيز الأمن لدى السكان، فضلا عن رؤساء بلديات نتانيا، الرملة، حلون وجفعتايم الذين قرروا وقف أعمال البناء والتشجير التي ينفذها في الغالب عمال عرب. ولقي القرار انتقادات شديدة من عدة جمعيات حقوقية اعتبرت ذلك تحريضا على العمال الفلسطينيين والمجتمع العربي في البلاد بأكمله. أعلن عدد من رؤساء السلطات المحلية في مدن وبلدات المركز عن وقف أعمال البناء والترميمات والتشجير وتغيير برنامج عمل عاملي النظافة في المؤسسات التعليمية بحجة التطورات الأمنية الأخيرة. وأشار رئيس بلدية رمات جان كرمل شامها كوهن إلى أنه طلب من المقاولين في المدينة إغلاق مواقع البناء التي تعتمد على العمال العرب. وتم الإعلان عن وقف أعمال البناء والتشجير في نتانيا والرملة وحولون وجفعتيم التي ينفذها في الغالب عمال عرب في مؤسسات ومدارس المدينة. أما في مدينة ريشون لتسيون فقد تقرر إجبار عاملي النظافة بالعمل بعد انتهاء الدوام المدرسي. وهدد رئيس بلدية رمات جان بمعاقبة المقاولين الذين لن يستجيبوا لطلبه، مشيرا إلى أنه سيقوم بجولة وهو مسلحا بين المؤسسات التعليمية. وقال اتحاد مقاولي الترميمات إنهم تلقوا العديد من المكالمات الهاتفية من الزبائن الذين يطلبون منع إرسال العمال العرب، فيما قال رئيس اتحاد المقاولين عيران سيب إنه من المتوقع حدوث تأخيرات في إنهاء وتسليم العمل قبل عيد الفصح. بدوره انتقد رئيس منظمة المقاولين رؤوليس روغو الخطوات التي قام بها رؤساء البلديات واصفا إياها بالغوغائية وغير المسؤولة. وأشار في حديثه لصحيفة هآرتس أن قطاع البناء يعمل فيه ما يقارب 80,000 عامل فلسطيني يحملون تصاريح عمل قانونية، وبعد أن تم تفتيشهم بدقة من قبل جهاز الأمن العام. وحذر سروغو من أن رؤساء البلديات يشعلون الأجواء، فيما عبر عن خشيته من أن تقود مواقف رؤساء البلديات إلى تنفيذ أعمال عدائية ضد العمال في مواقع البناء. وعن هذا الملف ينضم إلي منسق المشروع الفلسطيني في جمعية عنوان العامل المحامي خالد دوخي. مساء الخير أستاذ خالد. إذن بداية، بعد أن سمعنا هذه التفاصيل، كيف تنظر لهذا القرار من وجهة نظرك الحقوقية؟ مساء الخير أخت عفاف، مساء الخير للمشاهدين جميعا. يعني للأسف قرار سطحي جدا، قرار ما له أي أساس، يعني قرار عمليا هو قرار بمثل دعاية انتخابية مبكرة لرؤساء البلديات اللي قرروا يتخذوا هذا القرار. هذا قرار بس حتى يرضي يعني جمهور المنتخبين لإلهن. للأسف إني سبقوا الحكومة بهاي السياسة، ويعني عمليا عشان يسبقوا الأحداث فقرروا إنهن يسكروا ورشات العمل. ورشات العمل يعني كيف إحنا بنعرف بيشتغلوا فيها عمال، يعني مواطنين إسرائيليين فلسطينيين، فلسطينيين من الأراضي المحتلة. وعمليا هو هذا بمثابة، يعني إذا إحنا بدنا نحصر بين قوسين، هو قرار عقاب جماعي للعمال الفلسطينيين، كان من الداخل العمال الفلسطينيين كان الأراضي المحتلة. فيعني نتيجته هي نتيجة اقتصادية صعبة للعمال نفسهم، مع أنه ما كان في أي مكان. يعني نقابة المقاولين قررت أنه لقاء عشوائي سطحي جداً،
يعني بوقف عمليات البناء، بوقف برامج البناء، بوقف تسليم المباني للمواطنين اللي اشتروا البيوت. فعشان هيك يعني القرار هو سطحي جدا، ما كان لازم يتخذه. طب أستاذ خالد، يعني كما تقول حضرتك وكما نعلم، عمال البناء في هذه البلدات غالبا هم من المواطنين يعني العرب في البلاد، أو يعني الفلسطينيين الذين يأتون بموجب تصريح العمل من الأراضي الفلسطينية، بالتالي هو قرار موجه وهو بمثابة عقاب جماعي. السؤال، ما هي الحلول البديلة التي كان بإمكان رؤساء هذه البلدات أن يتخذوها؟ أنا حسب رأيي في يعني إذا في خوف للمواطنين كانوا بيقدروا يشددوا الحراسي مثلا، أو الاتجاه المضبوط هو كان لازم هني يعني يتوجهوا للعمال نفسهم، يعني يعطوهن شوي من الأمان للعمال، عمليا يدخلوهن بالوضع. يعني إذا أنا بشعر بأمان عندك فأنا أسهل لإلي إني أنا أحميك وتحميني من إنه تعاقبني على إشي اللي أنا ما ارتكبته. يعني الاتجاه المعاكس هو كان المضبوط. للأسف إحنا دائما موجودين في صراع يعني انتخابي، وصار يعني بالمدة الأخيرة إنه يعني كل واحد يعني كل ما أنت بتمنع أو أنت بتواجه المواطنين العرب أو بتحكي عن المواطنين العرب، فأنت يعني عمليا صار زي نصيب وإنك أنت بتجذب المنتخبين لإلك. يعني أنا هنا يعني هو هذا قرار سطحي جدا بالمناسبة اللي صارت مبارح. نعم. أما لو إنه احنا يعني ست عفاف، احنا كل اسبوع تقريبا بيموت عامل او اثنين. صحيح. من العمال اللي بيشتغلوا بالبناء. يعني هذا القرار كان لو انهم اتخذوه في حاله انه يعني التضامن مع منع حوادث العمل القاتله او يعني الخطيره جدا، انه وقفوا ورشات العمل تضامن عشان يزيدوا السلامه والامان، وسائل السلام والامان. صحيح. كان بيكون قرار كثير فذ، فللاسف اتخاذ هذا القرار كان غير ذكي وسخيف لدرجة. وهنا ربما المفارقة فعلا أستاذ يعني خالد، أريد أن أسألك، هل لديكم كجمعية يعني عنوان للعامل من الجانب الحقوقي أيضا، دعنا نقول يعني خطوات بالإمكان اتخاذها بشكل خاص؟ يعني حضرتك ذكرت ونحن نعلم هذا القرار كفيل بأن يؤثر بشكل كبير ومباشر على مصدر رزق الكثير من العائلات العربية الفلسطينية. يعني احنا في جمعية عنوان العامل، احنا عمليا ابوابنا مفتوح على كل عامل ضعيف اللي بتوجه لنا، والعمال الفلسطينيين وعمال العرب من الداخل هن اضعف عمال موجودين بيشتغلوا في الدولة. فعشان هيك كل عامل بتضرر وكل عامل يعني بحاجة لمساعدة وبحاجة لتمثيل قضائي حتى، فاحنا ابوابنا مفتوحة وبيقدر يتوجه لنا وإحنا منساعده، إن كان عن تمثيل المحاميين في القضاء وإن كان عن توجيه وتشجيع العمال في مطالبة حقوق. نشكرك على هذه الإيضاحات المحامي خالد دوخي، منسق المشروع الفلسطيني في جمعية عنوان العامل، شكرا جزيلا لك. نعود لرصد التجهيزات والحركة التجارية والأجواء الرمضانية، ومن عكا ينضم إلي في بث مباشر الزميل مجد دانيال. أهلا بك مجد، مساء الخير، كيف تبدو الأجواء في مدينة عكا قبيل استقبال أول أيام الشهر الفضيل؟ مساء الخير عفاف لك ولكافة المشاهدين، ورمضان كريم. يعني مع اقتراب الشهر الفضيل هنا في مدينة عكا وفي كل المجتمع العربي يستعدون لاستقبال هذا الشهر الفضيل، وللتو في مدينة عكا انتهى مهرجان إضاءة فانوس رمضان، هذا المهرجان الذي يقام للسنة التاسعة على التوالي، ويعني لا أبالغ إذا قلت بأنه الآلاف قد شاركوا في هذا المهرجان، أيضا مئات الأطفال التي رسمت البهجة والفرحة على وجوههم بفعاليات أكثر من رائعة. للحديث أكثر عن هذا المهرجان وعن استقبال الشهر الفضيل في مدينة عكا، يسعدنا أن نرحب بلؤي فارس مدير المركز الجماهيري في عكا. أهلا وسهلا بك لؤي. إذن يعطيك أولا يعطيك ألف عافية على تنظيم هذا المهرجان الرائع، كيف شعورك بعد نهاية هذا المهرجان؟ يعني لما تشوف زي ما بقولوا فوق 3000 كان واحد، 3000 واحد كان هون، لما بتشوف مبسوطين وصعدة والأدي فاتوا على جو حلو، هذا بيعطينا الاكتفاء وبخلي الواحد زي اللي بنشوي الفرحة ما بتسعوش.
نعم، يعني للسنة التاسعة يتم تنظيم هذا المهرجان، حدثنا يعني لأي من أين نبعت الفكرة لإقامة هذا المهرجان إضاءة فانوس رمضان، يعني لأول مرة في المجتمع العربي ولربما أيضا يعني في العالم، يعني كيف نبعت هذه الفكرة وكيف تطورت مع السنين؟ صحيح، يعني الشيء بلش بال 2014 عضو البلدية حاتم فارس اللي فكر إنه يجيب الفرحة ويبسط الناس ويسعدهم قبل رمضان، واللي معه واللي ما معه يقدر يجي ويشارك وينبسط، فهو اللي كان صاحب هاي الفكرة وبدينا احنا نشتغل معه ونحضره، وكان المهرجان الأول في العالم العربي والإسلام اللي أقيم في 2014، ومن بعدها صارت بلاد تانية ودول تانية تعمل زينا، فهذا فخر إلنا إنه احنا بدينا فيه. فزي ما حكيت الفكرة هي إنه تسعد الناس قبل ما يجي رمضان، يعني شفت اليوم كان في عروض منوعة رمضانية ثقافية كمان للصغار كمان للكبار، بس بجودة هالقد عالية إذا انتبهت، فالكل انبسط والكل كيف، وغير الضيافة الغنية الكثير اللي كانت توزعت طبعا كهدية وكعشان الناس كمان تنبسط وتستمتع. فعلا يعني شاهدنا برنامج غني جدا، يعني إن كان أكشاك أيضا المأكولات وأيضا العروض الفنية والثقافية المتنوعة والغنية جدا، يعني حدثنا عن ردود الفعل التي يعني تلقيتها بعد هذا المهرجان، ويعني ماذا تشعر بعد ردود الفعل؟ يعني زي انت شفت وانت عم نستنى قبل ما اطلع على الباص، الناس رايحه جايه، ويعطيكم العافيه وشكرا، عقبالكم سنه ورائع وبجنن. ف يعني خلص لما الناس مبسوطه هذا هو الاكتفاء تبعنا، بس هون الاشي مش انا لحالي، فيهم طاقم واداره، طاقم كبير اللي اشتغل ليل نهار عبين ما وصل لهون، مركز ثقافي زار حزبون كان ورا هذا الحدث اشتغل على كل صغير وكبير طبعا احنا معاه، فالشكر إلن بالأساس وللإدارة وللبلدية ورئيس بلدية على دعمه لهي البرنامج وكل برامج احنا بنقوم فيها، وطبعا لعضو البلدية حاتم فارس اللي بعد لقصة بخصص ميزانية لإقامة هذا المهرجان. نعم، إذا يعني بدنا نسأل على أهالي عكا، إلى أي درجة بحاجة أهالي عكا إلى هذه الفرحة وهذه البهجة، خاصة بعد يعني رمضان الماضي الذي مر أيضا يعني مر أهالي عكا والمجتمع العربي بظروف صعبة وأحداث عصيبة؟ للأسف إنه إحنا بشكل يعني دائم مجتمعنا العربي عنده مشاكل وعنده تحديات وعنده صعوبات، بحاجة لفرحة دائما، يعني بتشوف بالفعل يعني إذا بتنزل عكا العتيقة ولا عكا جديد ولا أي بلد عربية بتشوف الناس مستصعبة الحياة، لما تجيب لنا الفرحة زي هاي بنشوف الصعوبات بنبسطوا بكيفوا بيستقبلوا الشهر المبارك هذا بجو لقد حلو وفرح، فبتجيب لنا الأمل والبسمة على حياتهم. أفكر هذا إشي كبير، وإن شاء الله نقدر نضلنا نعمل ونطور مجتمعنا ونجيب له الفرحة والسعادة، ويكون شهر رمضان المبارك على خير، والكل يكون كريم إن شاء الله على الجميع، والكل يكون بصحة وسعادة. نعم، بالفعل جهود مباركة تقومون بها، ود أن أشكرك جزيلا الشكر لأي فارس مدير المركز الجماهيري ومنظم المهرجان، شكرا جزيلا لك. شكرا على هذه المداخلة وعلى أيضا كل الجهود التي تقوم بها. إذن يعني عفاف يعني وأعزائي المشاهدين، يعني كانت هذه المداخلة وهذه النافذة من مهرجان إضاءة فانوس رمضان في مدينة عكا للسنة التاسعة على التوالي، وانتهى يعني للتو هذا المهرجان، وبالفعل الجميع خرج من هنا بشعور بالفرح والتفاؤل بأن يكون رمضان هذا العام أفضل من العام السابق، ويعني أن يفرح الجميع مع الأسرة ومع العائلة ومع يعني جميع الأصدقاء والأحباء، وأن يمر بسعادة وهدات بال. إليك عفاف. شكرا لك الزميل مجد نيال، كنت معنا مباشرة من مدينة عكا. وإلى ملف آخر، يعاني المرضى الذين لا يتقنون اللغة العربية من صعوبات في فهم تفاصيل متعلقة بحالتهم الصحية من جانب، ومن التعبير عنها بشكل دقيق في المستشفيات والمراكز الطبية في البلاد من الجانب الآخر، الأمر الذي دفع إحدى الشركات لتطوير منظومات إرشادية تساعدهم في ذلك من خلال إنتاج مقطع فيديو متحرك لكل مريض يتحدث بلغته ملائم لعمره وجنسه والحالة الصحية الخاصة به. للحديث عن هذا الموضوع وأهمية هذه الخطوة أيضا ينضم إلي بروفيسور فهد حكيم مدير مستشفى الناصر الإنجليزي. مساء الخير بروفيسور فهد، يعطيكم العافية. يعني كل من يتواجد في مشافي البلاد بروفيسور فهد يعني يلاحظ هذه الصعوبة التي تواجه كثر مع حاجز اللغة إن صح التعبير، وعندما نتحدث عن الصحة الأمر بالغ الأهمية، بالتالي يعني ما هي أهمية هذا المشروع وتفاصيله أيضا؟
يعطيك العافية عفاف، وشكرا على الاستضافة. ما في شك هي مش بس اللغة، يعني كلمة الإتاحة هي كلمة أكبر من بس اللغة عمليا، هي كلمة اللي بتخص المجتمع، حيثيات المجتمع، وكمان فهم الموضوع. المريض اللي عارف شو عم نعمل معاه وشو العلاج اللي عم نعطياته وشو اللي راح إسا يمرق عليه لما يفوت غرفة العمليات أو غرفة القسطرة أو حتى الولادة، يكون مريض اللي هو بتعالج بطريقة أفضل، وهي نجاعة العلاج طبعا حتى من ناحية علمية هذا الإشي مثبت علميا بتكون أعلى. فهذا المنظومة اللي نحكي عنها هي جدا بسيطة، بتأخذ مواضيع كل العمليات اللي ممكن يمرقها المريض. يعني نيجي نقول مثلا غرفة القسطرة، المريض لازم يعمل ما يسمى بالقسطرة القلب، فهو رايح على إشي بعرف شو هو، عنده تخوفات معينة، عنده أمور مش عارفها، وين بدي يحطوا لي النربيج، شو المواد اللي بدي يعطوني إياها، شو التخدير لازم أمرقه. فطبعا هذا إشي مش هوين. فاليوم المنظومة هي جدا بسيطة، اللي بتحكي للمريض بطريقته بلغته بطريقة برسوم متحركة بسيطة، اللي بتشرح له بتهدي الأمور وتفهمه كمان المنطق تبع الشغل اللي بيمرقها، وكمان حيثياتها، وكمان حتى مضاعفاتها، وشو ممكن يتوقع بعدين يصير معها. وبشكل خاص عندما نتحدث عن إجراء مثل هذه التدخلات الجراحية، القسطرة أو العمليات حتى بروفيسور، يعني في الكثير من الأحيان الجراحين ما قبل العملية يوجهون المرضى لمقاطع في اليوتيوب، وبالتالي هي ليست حتى باللغة العبرية بل باللغة الإنجليزية، وهنا تكمن أهمية هذا المشروع. إلى أي حد هذه المنظومة الإرشادية سهلة للتعامل أيضا، ستكون سلسة ومتلائمة لجميع من سيستخدمها؟ شوف، احنا عقمنا شركة جيست ميد، هي عمليا مع صديق داني رولز، كانت فترة كانت والدته موجودة في المستشفى، وكان حديث بناتنا بالتليفون، وحاول اشرح له كل شو اسا راح تمرق بمراحل معينة في فترة مكوثة في المستشفى، وهو نفسه يفوت على الانترنت ويحاول يفهم زي ما حضرتك حكيت انه الجراحين يحكوا له هيك، روح هذا اليوتيوب، روح هذا. ما كانش في اشياء اللي هي واضحة وبسيطة بلغة الناس. احنا الدكاترة والجراحين او عادة في الجهاز الصحي نحكي شوي بلغة شوي اعلى من المستوى اللي ممكن الانسان العادي. احنا نحكيش لا سمح الله الناس ما عندهاش يمكن يفهم، بس كل واحد منظومته وطريقة حياته وشغله ممكن صعب عليه يفهم هاي الامور. فلما بتسهلها انت بهاي الطريقة، حتى الجراح اليوم اذا المريض يفوت على المستشفى الشغلة جدا بسيطة، يقدر يمسك جهاز التليفون او اي جهاز موجود اليوم نقال، يفتوتي على في ان ابلكيشن اللي خاص، يكبس عليها وبنعطيه الفيديو البسيط اللي هو خاص للعمليه اللي هو راح يمرق فيها. هذا الشيء طبعا موجود في المستشفيات، موجود في صناديق المرضى، موجود على الانترنت، ممكن يكون موجود بإتاحة عالميه، اليوم موجود في 13 لغه في العالم، ممكن طبعا يوصل لكل لغات العالم، يوصل لكل واحد موجود في العالم، المليارات من الناس ممكن تقدر تأخذ منه نواتج طبية. إذن بالتالي بروفيسور، يعني نفهم أنه سيتم تفعيل هذه المنظومة من خلال تطبيق، وأيضا سيتم يعني تبنيها إن صح التعبير للاستخدام في مشافي البلاد في المراكز الطبية المختلفة أيضا. صحيح، إحنا بلشنا طبعا كان في قسم مشافي اليوم في مستشفى إخل وفي تل أبيب، وإحنا في الناصر كمان شوي صغير المنظومة هي بتفوت لعنا، التطبيق بيصير موجود، حتى لوجو المستشفى موجود عليه، الأشخاص اللي موجودين بيحكوا بقلب المنظومة، يعني الأنيميشن نفسها هي للطاقم الطبي، يعني دكاترة ونرسات الموجودين عندنا في الطاقم هني بيشوفوهن، بيشوفوا نفسهن. فالمريض نفسه بأخذ زي ما حضرتك تفضلت بالأول، بيحكي له بطريقته بالجنس بالعمر، وبقرر حتى اللباس اللي يكون لابسه القواقم الطبية، فكتير بسيطة المحاكاة من الصغير للكبير. وطبعا بتيح مش بس عمليا، احنا بنعرف انه المريض مش بس يعرف لغويا، انه لما يشارك في عملية العلاج هو عارف، يقدر يسأل أسئلة، اذا في عنده تساؤلات يقدر يعيدها للأطباء وللطاقم الطبي اللي معاه، وكمان يفهم المضاعفات اللي ممكن تصير بعدين لما يروح البيت، بعدين لما بيصير في أسئلة اللي هي مش واضحة، يقدر يرجع لهذا الفيديو ويشوفه كمان مرة وكمان مرة. صار عنده اليوم مكتبة كاملة علمية لتعطيه إتاحة عنده في منظومته في النقال اللي حامله أو في البيت موجودة معك وين ما بروح. مبارك هذه الجهود وهذه الخطوة، وشكرا لك على هذه الإيضاحات والتفاصيل. مدير مستشفى الناصرة الإنجليزي بروفيسور فهد حكيم، شكرا جزيلا لك. ترتفع أسعار الوقود في البلاد في الأول من شهر نيسان أبريل المقبل ب 39 أجورة للتر البنزين الواحد، إثر ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية،
وبهذا يبلغ سعر لتر البنزين من نوع أوكتان 95 في مسار الخدمة الذاتية 7 شواقل و44 أجورة، ويلزم المستهلك بإضافة 21 أجورة عند التعبئة أو تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود. بنزين ولع يا زلمة 7 شكل ونص. في ثالث ارتفاع لها، أسعار الوقود تثير سخط المواطنين الذين بدأت الأجورات القليلة المضافة في كل مرة تسحب منهم آلاف الشواقل في نهاية العام، وهذا ما دفع بالحاج محمود عليان ليأتي اليوم ويقوم بتزويد سيارته بالوقود قبل صباح الغد، والذي سيصبح سعر اللتر الواحد من الوقود 7 شواقل و44 أجورة. لما بعمل حساب البسيط بيكلف علي البنزين بيزيد علي 2600 شيكل بالسنة، ارتفاع كبير بالنسبة للمعاشات الاختيارية اللي معهم. كيف أنا بشتغل؟ الحمد لله أنا بقبض وعندي معاش، في ناس ما عندهم معاش ولا عندهم دخل بالمرة، فهذا بكلفهم كثير. فكثير ناس بيجوا بيقولوا لي مش كذا أروح أودي ابني على المستشفى لأنه فيش معي حق البنزين. يبرر وزراء حكومة التغيير هذا الارتفاع بأنه لا يقتصر على إسرائيل وحدها، بينما الحقيقة أن في إسرائيل فقط تذهب حصة الأسد من سعر الوقود لخزينة الحكومة. המדינה כן יכולה לעשות את זה. הם באו לקראת האנשים בגלל שהיה סגר ואנשים לא עבדו. זאת אומרת שכן אפשרי לעשות את זה, וזה מוגזם מאוד, זה משהו שלא היה המון שנים. אם המדינה לא מפריעה לה כל יום לעלות 30-40 אגורות, אומרים שזה קצת, והם חושבים שזה קצת, אז שספיגו את זה על חשבונם, שלא ייתנו לאזרחים לסבול, כי צריך תחבורה ציבורית, יש המון פקקים, אוטובוסים לא באים בזמן, אנשים עולים יותר במונית ומקטרגים במונית למה זה יקר, ואני צריך לספר להם שיש את בנט, יש את ליברמן, זה לא הבעיה שלי. لحث المواطنين على استخدام المواصلات العامة، هكذا عمدت الحكومات الإسرائيلية تبرير فرضها هذا الرقم الضخم من الضريبة، ولكن المواطن يعلم أن الحكومة قادرة على لجم رفع سعر الوقود إذ ما أرادت. من مطلع سنة 2021 لهذه اللحظة ارتفع سعر البنزين 35%، من مطلع السنة هاي الحالية لهذه اللحظة 17%. لو ترجمناها في الشواكل يعني 17% هذه أو بشكل عام جميع الضريبة اللي مدفعها هي أكثر من 4 شيكل و40 أجورة مواطن بدفعها، اللي تترجم في خزينة الدولة عائد سنوي 20 مليار شيكل. ال 20 مليار شيكل اللي بتاخذها الدولة هاي احنا من جيبتنا رح ندفع زيادة على 17% 2800 إلى 4800 شيكل حسب الاستهلاك تاع الوقود، يعني بنتكلم على متوسط دخل للفرد في دولة إسرائيل. ومن المتضررين أيضا هم سائقو سيارات الأجرة، إذ يقول زكريا برهوم إن رفع سعر السولر وتحديد سعر الأجرة من الراكبين نتيجتهم أن حالة من التذمر والعجز يعيشها سائقو سيارات الأجرة. تطلع من هون على تل أبيب 180 شيكل العداد، إذا بدك تشغل العداد 180 شيكل ووصل وسولر تروح على الدار ببلاش، خسارة التعب، يعني خسارة التعب، فيش حدا بتسوي شو بشوارية يأسانين كلهم يعني، وهذا راح يخرب كثير الباصات والترقات والتاكسيات لأن هم اللي بيستعملوا السولر والسولر أغلى من البنزين. تبدو حكومة التغيير المنشغلة في فرض إصلاحات في وزارة المالية منفصلة عن واقع المواطن الذي يئن تحت غلاء المعيشة الذي صادقت عليه، وباتت الأصوات التي تدعو إلى احتجاجات شعبية في إسرائيل تكثر وصداها يعلو. وعن هذا الارتفاع الإضافي في ظل الغلاء المعيشي أيضا في البلاد ينضم إلي المحلل السياسي والخبير الاقتصادي دكتور رمزي حلبي. مساء الخير دكتور. إذن منذ بداية العام الحالي هذا هو الارتفاع الثالث في أسعار الوقود والمحروقات دكتور، وهذا طبعا يعني يلقي بظلاله على كافة القطاعات. بداية، لماذا هذا الارتفاع الآن أيضا بعد الارتفاع الذي كان في الشهر الماضي؟ نعم، الأمور تتعلق بثلاث محاور: أولا الحرب على أوكرانيا، وثانيا الحرب في بين السعودية والحوثيين في المنطقة العربية، وأيضا بسبب كون روسيا من المصدرين الأوائل في العالم، إذا مش المكان الأول للنفط ومشتقاته، وهذا طبعا يلقي بظلاله يعني في هذا الأثناء، يعني الاقتصاد يدفع ثمن
القلق والمواجهات العسكرية ونحن ندفع الثمن. ولكن هناك أيضا سبب آخر داخلي في إسرائيل، أن الحكومة تجبي حوالي 65% من أسعار الوقود كضرائب، وما في استعداد عند وزير المالية ليبرمان أنه يبحث في أمور عدم فرض هذه الضرائب بسبب ارتفاع الأسعار. يعني ألا يوجد طريقة دكتور التي دعنا نقول تؤثر على هذا القرار؟ يعني حضرتك تقول أنه الجزء الأكبر ربما من هذا السعر يدفع المستهلك للضرائب، يعني في ظل الغلاء المعيشي هذه الأعباء الاقتصادية أيضا على كاهل كافة المواطنين، ما الذي بالإمكان فعله في هذا الموضوع؟ نعم، يعني سؤال مهم جدا. أولا في العام 2021 أدخلت المالية وزارة المالية حوالي 22 مليار شيكل إلى خزينة الدولة من هذه الضرائب، وخاصة ما يسمى ضريبة البلو أو التي تأتي من خلال الاستهلاك. ويأتي بنك إسرائيل ومحافظ بنك إسرائيل ويقول هناك إمكانية أخرى لفرض هذه الضريبة، مثلا ضريبة الاكتظاظ في منطقة المركز من ناحية المواصلات، ويجب أن يعني نلغي عمليا هذه الضريبة المجحفة بحق الفقراء في إسرائيل. ولكن حتى الآن كما تعلمين يعني إذا بده يكون في تغيير في هيكل الضرائب وفي استغناء الحكومة عن 22 مليار شيكل سنويا، هذا يعارضه ليبرمان. ولكن بدون شك ممكن أن يكون حل وسط، وهذا ما اقترحناه، ولكن الحكومة حتى الآن لم تأخذ قرار. بدل ما نرفع الأسعار 17% منذ بداية العام، أنت ترفع هذه الأسعار بشكل طفيف، ويعني يمكن أن تثقل كاهل المواطن إلى حد ما، ولكن الحكومة تتنزل عن بعض مدخلاتها وهذا لم يحدث حتى الآن، والحكومة تصر على موقف. نعم دكتور، ربما السؤال الذي يتبادر لأذهان المستهلكين، يعني في ظل هذا الارتفاع الثالث، أسعار الوقود إلى أين تتجه في المستقبل القريب، على اعتبار أيضا مثل ما سمعنا في التقرير هذا الموضوع لا يؤثر فقط على من يملك السيارة، على الشاحنات، على قطاعات أخرى، سائقي التاكسيات، المواصلات العامة وغيرها من القطاعات. نعم هذا يؤثر طبعا، هذه سلسلة من التأثيرات سيؤثر على أسعار المواصلات وعلى مصروفات الأسرة وعلى خاصة الطبقات الضعيفة. لذلك أرى أن الحلول يجب أن تأتي من خلال أولا الحلول السياسية. هناك من يقول بأن أمريكا يعني لها مخزون كبير جدا من النفط، يمكن أن ترفع من نسبة العرض في السوق وهذا يخفض الأسعار. ثانيا مشتقات والأمور التي تنافس الوقود والنفط. فأنا أرى للمدى البعيد هناك حلول بشكل آخر يمكن أن تقلص من ارتفاع الأسعار، ولكن للمدى القصير ما يمكن أن يؤثر على ارتفاع على خفض الأسعار هو أن يكون العرض أكبر من قبل دول أخرى مثل أمريكا ودول الخليج، ويمكن أن يخفض ذلك من العبء على السكان. ومع استمرار عدم الاستقرار السياسي في منطقة أوكرانيا ومناطق أخرى في العالم، هذا سينعكس أولا على ارتفاع أسعار النفط، وهذا يؤثر بالتالي على كثير من الأسعار الأخرى للمنتجات والخدمات للمواطن، وهذه أخبار سيئة طبعاً للاقتصاد. وكل ذلك في ظل هذا الغلاء المعيشي. شكرا لك المحلل السياسي والخبير الاقتصادي دكتور رمزي حلبي. شكرا. عقدت جمعية أطباء الأسنان العرب مؤتمرها العلمي السنوي بمشاركة عالمية وبحضور جمهور أطباء الأسنان والعاملين في المجال، وهو استمرار لمؤتمرات علمية تقيمها الجمعية سنويا بالتعاون مع مؤسسات مهنية من البلاد وخارجها. عقدت جمعية أطباء الأسنان العرب مؤتمرها العلمي السنوي في مدينة الناصرة بمشاركة مئات الأطباء العرب من الداخل والضفة والشتات الفلسطيني، عوضا عن شركات رائدة في مجال ابتكار أجهزة العلاج في طب الأسنان. هذا المؤتمر هو يندرج ضمن المؤتمرات العلمية التي تقيمها جمعية أطباء الأسنان العرب في الداخل، ولكن هذا المؤتمر له ميزة خاصة حيث يجمع الكل الفلسطيني من الشتات. حضر إلينا البروفيسور رائد القاسم، وهو محاضر عالمي معروف في مجال علاج العصب، محاضر في جامعة بنسلفانيا، وعلى مستوى العالم هو شخصية أكاديمية معروفة. ويحضر أيضا وفد من قطاع غزة،
ووفد من الضفة الغربية برئاسة الدكتور بسام النباني نقيب أطباء الأسنان في فلسطين، وأيضا أطبائنا في الداخل. ولذلك هذا المؤتمر يعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، ولهذا هو يكتسب أهمية خاصة. طبيعة الحال هذا المؤتمر مؤتمر علمي، بيطلع الأطباء على آخر ما توصل للعلم من حيث من ناحية نظرية فيما يتعلق بالمحاضرات، ويطلعهم على آخر مستجدات من ناحية الأجهزة والمعدات والمواد اللي بتم استعمالها في مجال طب الأسنان. هذا المؤتمر له خصوصية خاصة، تم دعوتنا من قبل إخواننا في جمعية أطباء الأسنان العرب اللي بنعتبر إحنا وياهم يعني شعب واحد، وطن واحد، هدفنا واحد، بجمعنا كل شيء. من هذا المنطلق حبينا نشارك ندعم إخواننا في جمعية أطباء الأسنان العرب. وبحث المؤتمر تحديات وعقبات في مجال طب الأسنان، هذا وتخلله محاضرات قدمها أكاديميون وباحثون عالميون من أبناء المجتمع العربي في البلاد. ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة نشاطات تقوم عليها جمعية أطباء الأسنان العرب، والتي تهدف لدفع عجلة تقدم طب الأسنان داخل المجتمع العربي. الكنس هذا كنا نقوله كنس مديم، نحن مشتدين لبولي بو كل سنة. הזדמנות חד פעמית לפגוש את כל רופאי השיניים של המגזר. מדהים לראות את ההתפתחות של רפואת השיניים בארץ בכלל אבל במגזר בפרט. תקדם علمي وتطور ملحوظ تشهده أقدم المهن الطبية في الأعوام الأخيرة في ظل ثورات علمية تساهم في توفير الوقت والجهد وإيجاد العلاج المناسب للمرضى وخدمة البشرية. وإلى أبرز ما تم تداوله وتنقله عبر الشبكة ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الرواد. فكما متوقع وبالتزامن مع كل يوم فلسطيني وطني، تجتاح مختلف المنصات الاجتماعية مشاركات النشطاء المتعلقة بالحدث من مختلف دول العالم. إذن نشاطات يوم الأرض الخالد لم تحيا فقط على أرض فلسطين. انتشر فيديو لاقى تفاعلاً كبيراً على المنصات الاجتماعية، تظهر فيه مجموعة من الأطفال من إحدى الروضات في مخيم برج البراجني في بيروت، أطفال فلسطينيون أحيوا يوم الأرض الخالد على طريقتهم الخاصة. فكانت هذه المشاهد. نحن أصحاب الأرض والله. أنا عربية فلسطينية من الناصرة. أنا مريا ضابط عربية فلسطينية من كويكات. عربي من شعب. أنا عربية فلسطينية من الشيخ داوود. أنا عربي فلسطيني من كويكات. ومن بيروت إلى الرباط، حيث أقيمت وقفة شعبية في العاصمة المغربية بمناسبة ذكرى يوم الأرض الفلسطيني، وهتف المشاركون من المغرب إلى فلسطين شعب واحد. لنتابع. واحد من الشعبين من المغرب الفلسطين، شعب واحد من الشعبين من المغرب الفلسطين، شعب واحد من الشعبين من المغرب الفلسطين، شعب واحد من الشعبين فلسطين. إذن هذه كانت الهتافات والمشاهد من هذه الوقفة في الرباط، ولكن إحياء الذكرى كما نرى في هذه الصور التي تظهر من خلفي على الشاشة لم يكن فقط في العاصمة المغربية. العشرات من النشطاء المغاربة والمتضامنين مع القضية الفلسطينية تظاهروا في أكثر من 38 مدينة مغربية تخليداً لذكرى يوم الأرض الفلسطيني. وإلى صفحة الحساب الرسمي للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين عبر تويتر، وهي تجمع دولي للجمعيات والناشطين من 80 بلداً حول العالم لدعم حق العودة إلى فلسطين. أطلقت إذن الصفحة حملة إلكترونية دولية بيوم الأرض الفلسطيني، ونشرت التغريدة التالية: لأننا نرفض المساومة على اسمها، ولأنها الأرض العصية على الاحتلال والاستيطان والرافضة للتطبيع مع عدوها. شارك معنا في التغريدة بيوم الأرض على هاشتاج اسمها فلسطين مرفق بالصور التالية. هذه الحملة لاقت تفاعلاً واسعاً من الرواد من دول مختلفة حول العالم، منهم كانت إشراق نصر الله من العراق التي أرفقت المنشور مع توقيعها على صفحتها الخاصة. كذلك الأمر أيضاً مع ناصر قنديل من لبنان، أيضاً أرفق هذا المنشور. صادق الخليفة من المملكة العربية السعودية، وشارك في هذه الحملة أيضاً نائل نعمان من دولة الكويت،
علا البسيوني من جمهورية مصر العربية، وأيضا تالا غساني من سوريا. وبهذا نكون قد وصلنا لختام بانوراما لهذا اليوم، وهذه تحياتي لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.